أما هلأ فرح بننتقل لفقرتنا التالية. فقد كان صيف 2019 غني جدا ثقافيا موسيقيا، كانت الحركة الموسيقية في مميزة هذا العام واتسمت بالتنوع. دار الأسد للثقافة والفنون احتضنت أهم الفعاليات على مسرحها وأشعل الموسيقيين حفلات كتيرة ومتنوعة بتمتاز بالإبداع والرقي. المايسترو ميساك بابو دريان حملنا إلى عالم الموسيقى والروح نحو النغم الرفيع. بدنا نقول له يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، دائما ضيف على شاشه الاخباريه السوريه، ومثل ما قلت يمكن دائما تاخذنا هيك لمساحات مختلفه عن الارض اذا فينا نقول. يسعد صباحكم، يسعد صباح المشاهدين، وشكرا للكلمات الحلوه هي. هي فعلا هذا سحر الموسيقى. الموسيقى اللي بتاخذنا لمكان ثاني، تاخذنا لاجواء مختلفه، لعوالم مختلفه. وفعليا بآخر أسبوعين كان في نشاط ثقافي كتير مهم، وأنا من هون بحب عن جد أشكر وزارة الثقافة يلي فكرت أنه يكون في فعاليات ثقافية على هامش معرض دمشق الدولي، وكانت الحفلات كلها بدار الأوبرا مع أسماء مهمة جدا. مع أسماء أحيانا بننسى أنه دول أشخاص موجودين معنا، مثل ست ميادة حناوي، تكريم الأستاذ الكبير صباح فخري، ومن مصر عفاف راضي، واخر حفله كانت مع عبير نعمه قبل قدمنا مع الفرقه السيمفونيه الوطنيه رحله باجواء عالميه حول العالم. نعم، يعني بدي اقول لك صباح الخير مره ثانيه مايسترو، والحمد لله على السلامه. امبارح كنت بحلب. الله يسلمك. اي صح، كنا بحلب مع الفرقه السيمفونيه الوطنيه. نعم، خبرنا اول شيء كيف كانت الاجواء بحلب قبل ما نفوت بالتفاصيل ونحكي عن صيف 2019. بحلب دائما تحدي بالنسبه لنا، خاصه نعمل حفله بالقلعه، بنحس انه في تحدي كثير كبير. هذا المكان له، هو مكان رمزي، مكان له اهميه كثير كبيره، وخاصه بالحرب صار له اهميه اكبر. فان نقدم حفل بقلعه حلب هي مسؤوليه كبيره. صحيح. وتتطلب منا حتى ظروف تقنيه كمان صعبه. يعني في هواء ممكن يكون طلع القلعه صعبه، فكان بالنسبه لنا مشوار لطيف. قدمنا حفله حلوه، و هي كانت بمناسبة افتتاح مؤتمر نقابة أطباء أسنان سوريا، فهنا فكروا أنه يعملوا هاي الحفلة. فكمان شكرا لهم أنه فكروا يقدموا الفرقة السيمفونية الوطنية السورية لضيوفهم كصورة، كواجهة ثقافية لسوريا. وهي مو أول مرة لكم بقلعة حلب أكيد، وكان لكم حفل سابق، بس هلأ خلينا ننتقل معك كمايسترو لحفلتكم مع عبير نعمة بالأيام الثقافية المرافقة لفعاليات معرض دمشق الدولي 61. كيف كانت الأجواء؟ بنرجع نتابع حديثنا. Oh,
يعني مايسترو كان في تناغم كتير كبير بين الفرقة الموسيقية طبعا بقيادتك وبين الفنانة عبير نعمة. خبرنا أكثر عن هي الحفلة وكيف كانت الأجواء. هلا بالنسبة لي تجربة جديدة على الصعيد الشخصي، تجربة جديدة مع سيدة عبير نعمة. كان عندنا تعاون ب 2007 و2008، وقت قدمنا عرض سريانيات بقصر المؤتمرات. كانت أوركسترا تقريبا تشبه هي، فعليا هي مو أوركسترا سيمفونية، هي أوركسترا سيمفونية مطعمة بآلات عربية، في معنا بيس جيتار مثلا اللي عادة ما بيكون موجود بالأوركسترا السيمفونية. فهي فرقة موسيقية متعددة الألوان لحتى نقدر نقدم هذا اللون من الغناء. فكان بالنسبة لي تحدي انه كيف انا بدي اشتغل هالنوع من الاغاني مع فرقة عادة انا ما بشتغل معهم يعني، او نوع من الآلات وما بيكون موجود. فكانت تجربة كتير حلوة بالنسبة لي. اول ساعة مايسترو خسرت البطاقات، اول ساعة ما بقي بطاقات. هون بقى هون تجي عبير نعمة بالنسبة للشعب السوري، بالنسبة للشباب السوري هي شو؟ حتما هي إنسانة عم تقدم شيء ملتزم، عم تقدم أغاني بمستوى موسيقي معين بشكل أنيق، فهذا الشيء كتير بيأثر، وهذا الشيء كتير بيسحب الشباب. فأنا سعيد إنه كان فيها هذا الإقبال على الحفلة، وأنا سعيد إنه في كتير شباب عم بيحبوا هذا اللون من الغناء، لأنه للأسف في تيارات أخرى عم تأخذنا لما أماكن سمعية تشوه سمعي فيها. إنه نكون بهذا الشكل مو سهل، ولكن سعيد انه في كثير شباب حبوا هي الحفله. هذا اللي اثبته الحضور اللي كان متواجد ضمن الحفله، لانه يمكن بانتشار يمكن القنوات الجديده عم تلاقي الشباب عم يتاخذ يعني باغاني ونوع من الموسيقى احيانا ما بيكون بحبها، بس من كثر الاعاده والتكرار بتلاقيه عم يذكرها. بس يمكن حضور اللي كان لافت والتفاعل لافت بحفل عبير نعمه كان نسبه كثير كبيره من الشباب اثبت هذا الحكي اللي عم تقوله حضرتك، انه رغم كل هي بعد في ذائقه سماعيه موجوده عند الجمهور السوري اللي هي بتمتاز من زمان. نحن بنحكي عن دمشق وحلب وعن كثير ظروف فنيه ما انا موجوده من هلا، عم نحكي عن سنوات سابقه بتدعم هيدا الشيء. يعني نحن متعودين انه بالتاريخ دائما نحكي انه حفلات المعارض كانت فيروز، فيروز تجي تقدم مسرحياتها، في اسماء مهمه اجت غنت، عبد الحليم حافظ، صباح فخري باول زور له كان موجود بالمعرض كمان. فاذا نحن عم نفكر بالاسماء وبنشوف الاسماء الحاليه اللي موجوده كثير للناس اللي بيستاهلوا فعلا يكونوا بهذا المكان. فأنا كنت سعيد إنه أول شيء في شخص مثل عبير نعمة عم بيبحث إنه كيف يحافظ على لون غنائي عربي بشكل أنيق. وهي شاب سن يعني عم نحكي عن شابة صغيرة، فكمان طبعاً هي صعب هيدا الشيء. وشغل أهم إنه هذا بوصل للجمهور. يعني في أغاني بالحفلة جمهور غناهن على الغيب، يعني حلو. جمهور بلش بالغنية هي أساساً من عائلة عريقة غنائية، كل عائلتها بيغنوا مع بعضهم. بس كمان جمهور يعني إنه يغني جمهور بالتون يعني بنفس الدوزان يغنوا كلهم مع بعضهم مثل كورال موجودين، فهذا يعني إنه في عنا في عنا هادش، بس هو منقدم لهم نحن للناس. يعني مايسترو مو بس كنت سعيد كتير بالفنانة عبير نعمة، لكن كمان رحلة الطائرة السيمفونية كمان مجرد لكها بتبتسم. مايسترو خبرنا أكثر عنها وكيف كانت بعشر دول أو بعشر لغات، خبرنا. هلا أول ما حكوا معي من دار الأسد بموضوع حفلة المعرض، إنه الفرقة السيمفونية الوطنية السورية تقدم حفل بالفعاليات الثقافية، دغري تخيلت المعرض، تخيلت الدول كيف بنروح من جناح لجناح بنزور الدول، وطلع الشعار من دمشق للعالم. فهذا رسخ عندي الرؤية انه نحن خلينا نعمل رحلة مع الفرقة السيمفونية حول العالم بعشر مقطوعات. والجميل كنت لابس الكابتن مشان تكون الرحلة، لانه هي هو صار كونسبت كامل انه نحن عنا رحلة وفي بلشت شوي شوي يعني هيك مع الاصدقاء انه نعمل طيارة جوات نكون نحن مثل انا الكابتن فرضان، واستعرت الطاقيه وجاكيت من صديق كابتن اللي بالسورية. فهي الرحله هي انماط موسيقيه من دول مختلفه مع منفردين متميزين كمان كانوا موجودين معنا. انا سميتهم نجوم حفله الفرقه السيمفونيه لانه فعلا كانوا نجوم هنين. وكان في شيء حلو انه عملنا الفيديو المرافق كأنه الطيارة فعلا عم بتطير. في مشاهد للبلدان اللي زرناها مأخوذة من السماء عن طريق درون عم مثلا، عم شوفها المشاهد على الشاشة. فبالتالي هذا الشيء كمان ساعد انه الجمهور يتفاعل اكثر، يعيش الحالة، يعيش الحالة كلها تبع السفر.
فهذا مهم كمان انه نقدم ثقافات شعوب مختلفه، نقدم الوان مختلفه للناس لحتى يتعرفوا كمان انه هدول عندهم هيك، هدول عندهم هيك، هدول عندهم هيك. ثقافة الشعوب، ثقافة الشعوب حلو انه نحن يكون عنا اطلاع عليها، نتعرف عليها. رح نتابع حديثنا معك مايسترو، بس خلينا نشوف بعض المشاهد من الرحلة الموسيقية كيف كانت، وخلونا نتابع حديثنا بعد المشاهد هي. يعني مايسترو خبرنا أول ما عرضت الفكرة يمكن إن كان على الفرقة كيف كان التجاوب وكيف كانت ردة فعل كمان الجمهور لما شافوا يمكن هذا التفاعل أو خلينا نقول هذا النمط الجديد والأسلوب الجديد. يعني هلأ نحن في عنا عادة منحب اللي بنعرفه ومنخاف من الشيء الغريب بالنسبة لنا اللي ما بنعرفه، فبالبداية الموسيقيين كانوا إنه شوي رحلة وشلون بدنا نكون، بس شوي شوي وتتبلش تتبلور الفكرة ووصلنا لمرحلة إنه صاروا يحبوا الأفكار. يعني أنا لهلأ عم بتذكر يوم الحفلة عملنا البروفا على المسرح، فأنا جبت علب الآلات الكبيرة حتى نحطهم على المسرح إنه كأنه عم ننتقل عم نسافر، فبتفاجأ إنه أعضاء الفرقة في أحد الشباب يعني عمل مبادرة إنه هو عامل ستيكرز، هدول ستيكرز تبع مثل تبعات المطار، صارنا نلزقهم. في موسيقيين صاروا يساعدوا انه لا خلينا نحط شنتايه هون نعمل هيك، كنت طالب العازفات انه يعملوا فولار، فصاروا يتفننوا انه الفولار كيف بدهم يعملوا مثل المضيفات اللي موجودين حسب الدوله الجايه منا كمان. فبالتالي يعني هيك صار في تفاعل كثير كبير، وخاصه بالبروفا جربنا الفيديو، عاملين فيديو التعليمات الطيران نحن بالبدايه انه يرجع وخطه السفر مع الطياره عم بتطير منها، فبلش التفاعل كثير كبير من الموسيقيين بدايه يعني. فالموسيقي وقت بفوت بهذا المزاج هذا بينتقل للجمهور. صحيح. يعني صعب كثير نحن نقنع الجمهور بهالحاله اذا نحن ما مقتنعين فيها. تماما. فاقتنعوا الموسيقيين بالحاله والجمهور. وهذا انتقل للجمهور والجمهور صار شريك معنا. صحيح. يعني فكله عم بيقول لي انه عن جد هي حاله غريبه ما غير متوقعه مفاجاه بالنسبه للجمهور. ولكن حبوها كثير حلو. فانا انبسطت انه وصلنا للهدف تبعنا. الهدف انه نقدم شيء مختلف، الناس اللي مو متعوده تسمع موسيقى كلاسيكيه تطلع هيك عرض، وهذا اللي بدي اسالك عنه أكثر يعني لما تقدم شيء مختلف تطرحه بطريقه يمكن شبابيه اكثر. قديش مهم هي الافكار الخلاقه للجذب اليوم الشباب؟ لما قلت هلا مثلا مثل كنا عم نحكي تحت الهواء انه مثلا حفله موسيقيه كلاسيكيه ما بتلاقي كثير مرغوبه، بس لما في بعض الافكار تضاف لهي الحفله بتلاقي لا في لا بدي اعرف شو هيدا اللي عم يصير بدار الاوبرا، بدي روح احضر، كانت الاجواء كثير حلوه، رفقاتي عم يحكوا عنها. قديش بتعمل عامل جذب اليوم لكم؟ هلا عاده وقت نقول موسيقى كلاسيكيه او موسيقى كلاسيكيه في نوع من الجمهور نعرف انه هذا اللي راح يجي طبعا محدد، بس بهالحفل انا اكتشفت انه في اشخاص مختلفين من جمهورنا الاعتيادي اللي اجوا على الحفله لانه في فكره طياره، في فكره سفر، في فكره في فضول، حركه فضول عندهم. حتى على صفحه الفرقه على الفيسبوك كان عم يجيني رسائل انه
شو يعني رحلة؟ شو قصدكم؟ وشلون بدها تصير هي كذا؟ مايسترو كنت لابس الكابتن الكابتن يعني فبالتالي شو قلت لهم مايسترو؟ أنا كنت عم دائما بشرح لهم إنه رحلة إنه لا تنزعوا المفاجآت كلها بس هي رحلة موسيقية بعدة بلدان رح نقدم مقطوعات من البلدان هي فهون هون بتبلش الفكرة إنك تحرك فضول العالم تماما إنه حتى ناس مو متعودين يحضروا الحفلات الموسيقية الكلاسيكية يسألوك إنه شو رح يصير؟ شو قصدكم بهاي وكذا فهذا الفضول بيخليهم انه يتعلقوا بالموسيقى قد ايش حلو مايسترو انه نحن نبعد شوي عن الشيء الروتيني انه خلص اليوم في حفله كذا انا بحمل حالي وبروح لا دائما او نحاول اذا كان صعب دائما كل فتره يكون في فكره جديده اليوم نجذب الشباب اكثر انه نحن عندنا مستوى جدا راقي من الموسيقى ومن الحفلات الموسيقيه لازم يحضروا ولازم يكونوا موجودين هلا باوروبا صار في عندهم جمهور الشعر الابيض لانه هن ما عم بيقدروا يجذبوا الشباب صحيح. للحفلات الموسيقيه ودور الاوبرا نحن كل شيء جديد بالنسبه لنا يعني الموسيقى الكلاسيكيه بلشت 1960 بسوريا يكون اول وجود لها بشكل الاكاديمي فنحن عندنا مجال كثير كبير لسه لحتى نستغل الافكار صحيح ونشكل جمهور جديد وقت. بالنسبه لنا ونوسع الجمهور يعني ما انا شخصيا بحب انه نعمل اعمال سيمفونيه ونقدم شيء كلاسيكي الشيء الأكاديمي بس حب كل فترة والتانية نعمل كمان نهفات طبعاً. نعمل حفلات لها رؤية مختلفة عم نقدم نفس الموسيقى الكلاسيكية ولكن عم نقدمها بغلاف مختلف والجميل كمان عم تقدم الموسيقى الكلاسيكية بلغات متعددة ضمن لنا معرض دمشق الدولي كمان في رسالة حابب توجهوها لكل الموجودين والحاضرين والدول المشاركة إنه رغم ظروف الحرب الموسيقى موجودة والثقافة السورية موجودة ومستمرة لما عدار الأوبرا يكون في 10 لغات مختلفة عم تتقدم بإتقان ورقي كتير عالي هي كمان رسالة توازي يمكن رسالة الجندي على الجبهة فينا نقول هلأ في شغلة مهمة نحن سنين الحرب ما خلتنا يكون عنا اطلاع شو عم يصير برا بالعكس هن اللي ما عم يشوفوا شو عم يصير عنا صحيح فبالتالي نحن بحفله موسيقيه مثل هاي نحن بنقدم موسيقى بلقانيه موسيقى من المكسيك موسيقى من الصين موسيقى من روسيا ما تقديش نحن بالرغم من كل الظروف الصعبه في عنا هذا الانفتاح فبالتالي هاي رساله وفي شخص اجنبي كان حضران الحفله قال لي انا استغربت من خياراتكم اللي جاي بمكانها انه الموسيقى الإيطالية اخترنا روسيني أوبرا حلاق إشبيليا قالت لي يعني كثير مو بتمثل هاي البلد فبالتالي انه مو اي قطعة كمان مو اي مقطوعة موسيقية قطعة بتمثل هاي نوع من البلد او نوع من الشعب ونوع من الثقافة فهي كثير مهمة كمان انه في عنا اطلاع في عنا فرز لنوع الموسيقى في عنا الاتقان بقى بيجي من نتيجة التدريب يعني اتقان الموسيقيين بيجي من نتيجة التدريب ونتيجة الجهد المبذول لحتى نوصل للنتيجة هاي مايسترو إذا بدي أسألك سؤال شوي شخصي يعني قديش عندك ديمقراطية لما بتكون بين الموسيقيين والعازفين كلياتهم إذا حدا عنده فكرة جديدة حدا معترض معاجبه شيء معين ولا خلص هذا النظام رح تمشوا عليه رح تمشوا عليه كابتن كابتن يعني هلا في شغلات بحاجة ليكون في ديمقراطية في شغلات بحاجة ليكون في ديكتاتورية ديكتاتورية هي احترام للعمل احترام للنوطة المكتوبة يعني نحن ما فينا نغير النوطة المكتوبة مثلاً تمام. ولكن أحياناً بصير أنه عم نقدم عمل في وجهة نظر من أحد الموسيقى أنه شو رأيك نبطئ هون مثلاً أو أنه ليش هون ما بنعمل هاي هي العلا بطريقة الأداء فممكن أنه أوكي خلينا نفكر فيها نشوف شو ممكن يكون في شغلات مريحة للعازفين مثلاً أوكي ممكن هي تكون أحسن بس شيء المرتبط بالنص الموسيقي هم ديكتاتورية. في ديمقراطية لا هم في ديمقراطية هو لأنه في موسيقى محددة وثقافة معينة طبعا في احترام للمؤلف أكيد وحتى كحفل موسيقي أحيانا بيكون في كونسبت معين ما فينا نحن نمارس الديمقراطية هذا الكونسبت بده يكون واضح بكل تفاصيله بالنسبة للي وللموسيقى للجمهور كمان. بالختام سريعا ما تبقى من عام 2019 شو الفعاليات القادمة عندنا نشاطات كثير عم نحضر رح يكون عندنا قادة أوركسترا ضيوف رح نحتفل ب 80 سنه للمؤلف وقائد الاوركسترا السوري الاستاذ نوري الحيباني رح نستقبله بشهر 10 في مهرجان الاورغان اللي بيكون شهر 11 عم نبلش هلا التحضيرات التقنيه واللوجستيه للموضوع والموسيقيه رح تجي لقدام شوي ففي عندنا نشاطات كثير رح تكون خليها وقتها شوي شوي بنقدم لكم اياها تدريسك بالمعهد العالي مايسترو عفوا تدريسك بالمعهد العالي انا رئيس قسم بالمعهد العالي للموسيقى
وبدرس قيادة أوركسترا للسنة الخامسة لطلاب السنة الخامسة، وقراءة بارتيتور، قراءة المدونات الموسيقية لطلاب النظريات. وهذا شيء كثير بحبه، لأنه بحس أنه مهمتنا كمان نحن نشتغل على الأجيال الجاية، نأسس أجيال جديدة عندها المخزون من العلم ومن الفنون الموسيقية، لحتى هن يستلموا بعد شوي المسيرة يلينا. مبسوط بالمستوى مايسترو الموجود عندك واندفاع الشباب اللي عم بتدرسه؟ حتماً أثرنا بالحرب، ولكن عم شوف طاقة الشباب لحتى يستمروا، لحتى يكونوا بأعلى مستوى ممكن ضمن الظروف، هذا شيء كتير مهم. حتى كأساتذة بالمعهد يعني كله مندفع لحتى يقدم أقصى جهده أكيد ضمن الظروف الموجودة. أكيد بدنا نقول لك شكراً كتير مايسترو، فعلاً يعني يعني أسعد الفقرات لما بتكون حضرتك معنا. بدنا نتمنى لك كل التوفيق، وتحيتنا لكل أعضاء الفرقة الموسيقية، دائماً عم يخلونا نحس إنه في شيء جديد وفي حياة بالبلد. شكراً لك. شكراً لكم. هو فريق عمل بصراحة، يعني أكيد أنا لحال ما بدي أعمل شيء، في الموسيقيين، في الإدارة، في الوزارة، في الإعلام شريك معنا، فكله مع بعض هي فريق واحد. أكيد نوجه تحية لكل يمكن الجنود المجهولين معكم ضمن شغلكم بدار الأسد الثقافة والفنون، وفعلا ضمن وزارة الثقافة التعاون المشترك اللي عم يكون فيه له نتيجة فعالة على الأرض. شكرا كثير لك مايسترو ميساك على وجودك معنا. شكرا كثير.